الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله عنها يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. وقد مر علينا الكلام في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فقد كان ينوع في أوقات صلاته في الليل فيصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقوم في آخر الليل، لأنه الوقت الأفضل والوقت الأكمل. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، متفق عليه. وهذا فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا شابا قويا، عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من طولها، مع أنه أشب من النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل قوة يستطيع بها أن يقوم هذا القيام الطويل، فكان كما تقول عائشة: يقوم حتى تتفطر قدماه، شكرا لله عز وجل. وهنا قد يقول قائل: ابن مسعود رضي الله عنه كيف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى معه، مع أنه ليس من محارم البيت؟ فيجاب عن هذا بما جاب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفتح بابه أحيانا فيدخل فيه من شاء من الصحابة فيصلي معه إذا لم يكن هناك أحد من محارمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه يصلي وعائشة في قبلته، ولكن قد تكون هناك أحيان لا يكون فيه أحد من أزواجه فيدخل عليه بعض الصحابة فيصلون معه كما صلى ابن مسعود. وأما ابن عباس فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عندما كانت الليلة عند ميمونة وهي خالته، فكان حلالا عليه أن يدخل. أما ابن مسعود وجاء أيضا عن حذيفة كما يمر علينا، فهذا قد يكون له أحوال غير الأحوال التي تكون فيها محارمه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه، يعني حذيفة بن اليمان، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بالبقرة في ركعة، فمضى يعني صلى قرأ البقرة كاملة وأكمل، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا وأحكام متعلقة بصلاة الليل وبأحكام الصلاة، ونأخذ بعضا من هذه الفوائد في هذا الحديث. أولا، راوي الحديث هو حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان،
وهو أول حديث أخرج له النووي في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. وحذيفة بن اليمان هو يماني نسبة إلى الأنصار حلفا، وإلا فإنه من قبيلة عبس رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم، وقد أسلم هو وأبوه وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقتل أبوه بأيدي المسلمين لأنهم لم يكونوا يعرفوا والد حذيفة رضي الله عنه، فقتلوه. فلما عرفوه وعرفوا أنه والد حذيفة وأنه مسلم، تصدق حذيفة بدمه على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث صلى حذيفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي البقرة، فظن أنه سيركع عند 100، فأتم البقرة، فظن أنه سيركع بها، فقرأ بعدها النساء، وقرأ بعدها آل عمران، يعني قرأ تقريبا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الركعة 5 أجزاء، وهذا لا شك أنه قيام طويل، وكما قالت عائشة: لا تسأل عن طولهن وحسنهن. فكان النبي يطيل صلاة الليل إطالة يعني شديدة، شكرا لله عز وجل، كما قالت عائشة: تتفطر قدمان من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا النبي قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، معروف أن الترتيب البقرة ثم آل عمران ثم آل عمران ثم النساء. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا قبل استقرار ترتيب المصحف، فلما استقر ترتيب المصحف كان الأفضل أن تقرأ السور مرتبة. والجواب الثاني يقال أن هذا يدل على أن الأمر واسع، أن تنكيس السور الأمر فيها واسع، فلو قرأ مثلا في الركعة الأولى بالناس وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد لا بأس بذلك. ولا شك أن الترتيب هو الأولى، لأنه الذي استقر عليه المصحف، ولكن لو فعل فإنه لا ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى بالبقرة ثم النساء ثم بآل عمران صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأها مترسلا كما قال حذيفة، يعني لا يقرأها هذا وسرعة، بل يقرأها مترسلا، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. يعني انظر كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأجزاء، كله يدل على أن صلاة النبي في الليل كانت صلاة طويلة. ومن هنا يستفاد أن من مر على آية فيها تسبيح يسبح، وفيها سؤال الجنة يسأل، فيها التعوذ من النار يتعوذ من النار. لكن هل هذا الحكم عام في صلاة الفريضة والنافلة؟ على خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أن هذا خاص بصلاة النافلة وخصوصا صلاة الليل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة، وذلك لأن صلاة الليل وصلاة النافلة المصلي يكون فيه حاكما على نفسه، أما إذا صلى صلاة الفريضة فإنه يراعي من خلفه، فلو مر على آية فيها تسبيح يسبح، وعلى آية فيها عذاب يستعيذ، وآية فيها سؤال يسأل، لطالت الصلاة على المصلين. فلذلك كان القول الراجح أن هذه يعني هذه السنة تصلى تفعل في النوافل ولا تفعل في الفريضة، لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الفريضة. ثم قال: فجعل يقول سبحان ربي العظيم في يعني ركوعه، وهذا من الأدلة على وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن الأدلة على قول سبحان ربي الأعلى في السجود، كما نقل حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متساوية متوازنة، يعني لا يطيل القيام ثم يركع ويسجد بسرعة، لا، كانت صلاته متساوية. وليس المقصود بالتساوي أنه إذا قام 5 دقائق يركع 5 دقائق، لا، يكون يعني في توازن، لأن بلا شك أن القيام أطول في الغالب من الركوع، وأطول في الغالب من السجود،
ولكن تكون الصلاة متوازنة، تكون الصلاة متوازنة، فإذا طال القيام أطال الركوع، وإذا طال القيام أطال السجود، وهكذا. وهذا يعني فيه فائدة أن بعض الناس إذا كانت الركعة الأخيرة أطال في السجدة الأخيرة حتى يعني يطيل فيها من الدعاء، ولا شك أن هذا خلاف السنة، لا نقول حرام لكن مخالف. فالأفضل أن يجعل الصلاة مرتبة متساوية، وإذا أراد أن يكثر من الدعاء فليكثر من القراءة في القيام حتى تكون الصلاة متساوية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن المسائل في قوله هنا: ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده واجبة في حق المنفرد والإمام، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وقد ورد أربع صفات: تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا أيضا من الصفات التي جاءت في التحميد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وبقيت صفتان أيضا مما ورد في اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات، أربع صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمرء أن ينوع بينها، يستحب للمرء أن ينوع بينها، لأن التنويع بين السنن مما يعين على التدبر والتفكر في الصلاة وفيما يقال فيها. ثم قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، رواه مسلم. ما المراد هنا بطول القنوت؟ هل هو الدعاء بعد الرفع من الركوع؟ لا، القنوت يأتي بمعاني كثيرة، يأتي القنوت بمعنى الدعاء، ويأتي القنوت بمعنى العبادة، ويأتي القنوت بمعنى طول القيام، وهو المراد في هذا الحديث. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، يعني أي أركانها أفضل، قال: طول القنوت، أن تطيل القيام في الصلاة كما كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.